السلام عليكم، دستور وكان دستور على اليوتيوب. معنا فيديو استعراض الجيش الاردني جامد بالفيديو. على اشتركوا القناة نص كده 1000 مشترك وضغط لايك نص كده اكبر من لايكات. ويلا نبدا الفيديو. بدانا الفيديو. نحن اكبر من حدودنا. الملك الاردني يتكلم ما بيتكلم يعني اسمه ولما بيحكي كلمه بالضبط نحافظ على كلامه. وتعلمنا من جلسيرنا الله يرحمه، هذا سياسه الاردنيين. كمان العالم بيعرفوا من تاريخنا دولة صغيرة. نعم، كان عن تأخر الأردن وكذا. كان حدا. فلما عندنا تحديات على حدودنا. الأردن لها تحديات كثيرة. على شو نحكي؟ العراق وسوريا. بيفهم وتاريخنا من يعني لما حربنا حروب أصغر دولة. اللي بيميز بلدنا عن باقي الدول لما بيجي ضغط على بلدنا ما في أقوى من الأردن. بدأنا الاستعراض. عن قناة الملك الأردني أول فيديو مقدمة الفيديو بدأنا باستعراض الحرس الجمهوري. أقوات الحرس الجمهوري، سلاح الطيران الأردني. بدأنا أول استعراض بالقوة البحرية أو النقابة دي مداومات. بدأ الاستعراض بالقوات الخاصة الأردنية يعني ناس مناورات وتدريبات في الأردن، في جبال وكده وعليها ايه عشب وكده. يعني التضاريس مرة صعبة بس الأردنيين ايه أقوى وأسرعوا بالهمات تدريبات ايه سلاح الطيران الدبابات مظلات شوفوا منطقة ازاي الهليكوبتر شوفوا برضه بسلاح القوة البحرية. القوة البحرية دي متشاركة مع مصر وكده من العقبة. قوة الدبابات نساء شرطة النساء دي كلها ايه تدريبات. القوة الأردنية دي مرة قوة مرة خارقة. نوزي القوات الخاصة من أحدث المعدات السلاح الـ M4 بس ملك الأردن كمان بيشاركوا في تدريباتهم. يعني ايه يعني جيش أردني مرة صعب وقوي وشرس. جيش شرس. شوف في الظلام الدبابات المدرعات في الصحراء تدريبات مرة قاسية المدفعية الطيران. شوف إصابات مرة دقيقة دبابات. شوف نساء عشان كام واحدة اللي بتضرب بيها الصاروخ الار بي جي مرة تحت. دي ار بي جي على مدرعة دي السلاح الجوي ورا دي كده برضه السلاح الجوي عامل ازاي. دي الدبابة برضه دبابة. شوف دي القوات الخاصة تدريبات في تدريبات مشتركة بين مصر والأردن والسعودية. دي بيكون تدريبات مشتركة لاكتساب الخبرة وكده. دي الطيارات عشان لو في صواريخ وراها دي بتداهم الصواريخ على طول. دي قوات البحرية الفرقاطات تبدأ السلاح الجوي الأردني. دي طيارات الهليكوبتر. دي طيارات الاف 16 الأمريكية تطلع من الدشن بتاعتها عشان هي تعمل مناورة أو تدريبات أو في أعداء كده. دي قوات المظلات أو قوات الخاصة. القوات الخاصة ديت بيكون هي عارفة هي كل حاجة. القوات شوف القوات الدبابات شوف القوات الخاصة ويعمل مداهمات. دي برشت عليه علم الأردن شوف الـ M4 شوف السلاح مرة شوف بقي دي تيارات التدريب بس شوف ايه من كتر التدريب صعب رضوا ان ملك الأردن بيشجعهم وحفزهم بحفزهم ازاي ويشاركوا كمان في التدريبات يعني بدهم حماس اكتر وكل حاجه. دي اثار الاردن. خذوا الاشتراك نصل الى 1000 مشترك واضغط لايك نصل اكبر. مع السلامه.